أنا مني جنون بدي ساعد أهلي بجنوب رحت لجيبهم ما قبله فما ما بدي أقعد ما أعمل شيء كان بدي ساعد مش حيلا بعتنا فرشات ومخدات ولحف لعالم بيسور كمان وكل حدا كل ما يوصلنا شوية شراشف مخدات وحرامات عم نبعتهم كمان للمناطق اللي هلأ عم بتسقع أكتر شيء يعني للمناطق شوية بعيدة عم بيصير في كتير مشاكل بين العالم إنه إذا حقنا نكون بالحرب أو لا وحق عمين ونحن ما خصنا بس يمكن هلأ مش هيدا الوقت نحكي بالموضوع نساعد بعض نخلص من الحرب بعدين نتحاسب مع بعض